القانون اللي يخص مجلس البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ولا التكنولوجيات بصفة عامة. أولا هذه هيئة دستورية، وهذه تعني أن السلطات العليا عندها إرادة سياسية باش ردت هذه الهيئة الدستورية، لأن هي المجلس هذا هو اللي بيطي يعطي الرؤية والمقرؤية للسياسة العامة للبحث العلمي والتكنولوجية في البلاد. من نتكلموا على السياسة للبحث العلمي والتكنولوجية في البلاد تخص كل القطاعات وتخص كل التخصصات، مقارنة مع البارح من تكلمنا على العلوم والتكنولوجية. هنا المجلس الوطني للبحث العلمي يخص كل القطاعات الموجودة في البلد، ويخص كل التخصصات اللي موجودة، كانت من عائلة العلوم والتكنولوجيات ولا كانت من عائلة العلوم الاجتماعية والإنسانية. ولهذا جاء هذا يكرس الهيئات الاستشارية اللي موجودة في البلاد، وخاصة الهيئات اللي موجودة تحت وصاية رئاسة الجمهورية. التعديل الأول وهو هذه السلطة تكون تحت سلطة رئيس الجمهورية، لأن كانت دارت ممارسة قامت بعمل تحت سلطة الوزير الأول، وشافت باللي كاين ما كانش فيه انسجام، ما كانش فيه انسجام في العمل، وكان فيه تعطيل في العمل وما كانش فيه فعالية. ولهذا كان من الاقتراع عن طريق عام سنة عمل شافوا باللي فيه صعوبة، وحتى بالموافقات تاع للوزير الأول هو اللي عطى الموافقة تاعو باش تكون تحت سلطة سيد رئيس الجمهورية. ولهذا هذا عمل ماشي جات خيكي من هكذا، طلبوا باش تمر من سلطة وزير الأول إلى سلطة رئيس الجمهورية، لأن شافوا في العمل الميداني كان فيه صعوبة كبيرة، وهذه الصعوبة الكبيرة بدينا ناخدوها. ولهذا كان فيه طلب باش تكون تحت سلطة سيد رئيس الجمهورية كما كل المجالس الأخرى. وعطيت أمثلة، مجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي الاجتماعي والبيئي ومجالس أخرى اللي موجودة في الهيئة الدستورية.